فتولد تفرقة أو فراق بين قوات داعش بيناتهم، وتوجد منافسات حتكون، لأنهم بالأصل تجار حروب وأمرائهم كلهم يتعاملون بالفلوس. القيمة 20 مليون قيمة خيالية، فإذا تقيس كل واحد من الأربعة بخمس ملايين فاحتمال 100%، أما يختال أو يقتل أو يسلم أو يكشف عن هالمنطقة، وهي ممارسة سابقا وناجحة هاي الممارسة. وأصيبت هدفها، وأعتقد الآن تمارسها من جديد الحكومة الأمريكية، وعملية أكثرها نعتبرها عملية استخباراتية وناجحة، ونجحت سابقا وتنجح الآن، وساعد على وجود المنافسة بين الدواعش نفسهم، وهذا المنافسة يولد على خوف ورعب وإرباك أمني يكون داخلهم.